للمزيد حول استمرار انتهاكات القوات الحكومية ضد المعتقلين في السجون في العراق مع تنامي ظاهرة الوفيات بين المعتقلين داخل هذه المعتقلات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن تنضم مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. وفيات بشكل يومي داخل السجون والمعتقلات التابعة للحكومة، يعني حتى أصبحت قضية الوفيات موت المعتقلين داخل هذه السجون أصبحت ظاهرة خلال الأشهر الأخيرة. ترى يعني كيف تصفين موقف الحكومة مما يجري من عمليات يعني قتل للمعتقلين إن صح التعبير داخل هذه المعتقلات؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى موقف الحكومة، يعني من الواضح أن موقف الحكومة هو الموافق على ما يجري في السجون، وأن الذي يجري في السجون هو نهج حكومي تقوم بتنفيذه. أصبحت هناك يعني كما هو معروف عصابات متنفذة داخل هذه مراكز التوفيق أو التوقيف أو السجون، مراكز الاحتجاز، السجون السرية، السجون العلنية، أصبحت تخضع إلى عصابات منظمة، نستطيع القول أنها عصابات منظمة تقوم بالاستثمار داخل هذه السجون من خلال عمليات الانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، وأبسطها هو الحصول على الغذاء والعلاج، حيث أن السجناء يعانون من صعوبة الحصول على مأكل نظيف و ماء صالح للشرب، على حياة نظيفة داخل السجون، إضافة إلى الإهمال الطبي، انتشار وتفشي الأمراض. أصلاً اكتظاظ السجون يعني هذا موثق منذ فترة طويلة. الكثير من يعني مما يعني يجب أن يتوفر من أجل أن تستمر حياة في هذه السجون وأن لا تصبح بؤرة للموت غير موجود ومنعدم في هذه السجون. بالتأكيد وهذا بعلم الحكومة. نعم دكتورة فاطمة، يعني بحسب شهود عيان وبحسب وثائق مهمة، يعني جل المعتقلين الذين يتوفون داخل هذه المعتقلات هم ينتمون إلى محافظات بعينها، كيف تفسرين ذلك؟ أولا لأن أغلب نزلاء هذه السجون أو مراكز الاحتجاز هم من أبناء هذه المناطق ولنسميها أبناء المحافظات التي انتفضت ضد النظام القائم في العراق، من محافظة الأنبار، محافظة نينوى، محافظة صلاح الدين، محافظة ديالى. أغلب السجناء من هذه المناطق، وهو كما معروف أنهم أغلبهم تم اعتقالهم على الأساس الطائفي، ولذلك ويتعرضون إلى تعذيب مستمر، ولذلك من المتوقع وأن تكون أعداد الوفيات بين أبناء هذه المناطق هو الأكثر، خاصة وأن أبناء هذه المناطق يصمون بأنهم إرهابيون، أنهم دواعش، منذ أن يعني منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، حتى الذين المقاومون الذين كانوا يقاومون الاحتلال الأمريكي يصمون بنفس الأوصاف، وذلك بناء على رغبة الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الحكومة تقول بأن ما يجري في داخل هذه السجون والمعتقلات من حالات وفاة يعني تقلل من شأنها وتصفها بأنها حالات فردية، هل هذا يعفيها من المسؤولية؟ لماذا تحاول التقليل منها، يعني تقلل من وصفها ليست بظاهرة وإنما حالات فردية، حالات لا تتكرر، هل هذا يعفيها من المسؤولية؟ لا بالتأكيد، لا يمكن أن سواء حالة فردية أو حالة جماعية، مع العلم أنها ليست بحالة فردية. ما شأن التعذيب في وما شأن أن يموت يعني الأشخاص تحت التعذيب، هل هذا شيء فردي؟ الكثير من التقارير التي وثقت ما يحدث في هذه السجون على أنه نهج قائم منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وشاهدنا ما فضيحة سجن أبو غريب، ولحد الآن هذه
الانتهاكات لا زالت ترتكب بحق مراكز الاعتقال أو السجون. لا يمكن للحكومة بهذا الكلام أن يعفيها وأن يجعلها يعني بريئة من هذه الأفعال، وإلا لماذا لم تقم لحد الآن الحكومة بأي إجراءات من أجل أن تقلل من حالات الوفيات هذه؟ لماذا لا يوجد تحسن في أوضاع السجناء؟ لماذا لا يوجد يعني تقارير تؤكد أن هناك مثلا تحسن في الحالة الصحية، هناك عدم اكتظاظ، هناك يعني اختفاء لعمليات التعذيب؟ لماذا لا زالت توجد هذه الممارسات داخل السجون؟ الحكومة لديها تقاريرها دكتورة، الحكومة لديها تقاريرها، هناك تقارير تكشفها للملأ بأن ما يجري داخل المعتقلات حالات وفاة يعني طبيعية، إما بسكتة قلبية أو بهبوط بالدورة الدموية وغيرها من الأسباب التي توثق بتقارير طبية. هنا يعني يشار إلى القضاء في العراق، أليس من دور لهذا القضاء لتشكيل اللجان لمتابعة حقيقة ما يجري داخل هذه المعتقلات؟ من يستطيع أن يكشف الحقيقة؟ وهذا ما أشرت إليه، أين هي الإجراءات الحكومية؟ أو كما تفضلت الإجراءات القضاء العراقي، خاصة وأن هناك تقارير أيضا تؤكد بأن القضاء العراقي توجد لديه يعني أدلة على وجود حالات تعذيب، على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ومع هذا لم يتحرك، لأنه كما أصبح معروف حتى القضاء أصبح غير حيادي وغير معني بحقوق العراقيين، بل هو أصبح قضاء مسيس يتتحكم به الأحزاب لغاية واحدة هي فقط الوصول إلى السلطة أو يعني القضاء على معارضين السلطة. أما حقوق العراقيين انتهاكات، وإلا لماذا يتم حتى يعني هناك حتى حالات أن الأوراق التي تثبت وجود عمليات تعذيب يتم حتى سحبها من ملفات المعتقلين وإخفائها. المعتقلون يعني يقرون بأنهم تعرضوا للتعذيب. أين إجراءات القضاء؟ أين الكشوف الطبية؟ أين تحسين؟ أين هي إجراءات تحسين المعاملة داخل السجون؟ في الحقيقة يعني الحكومة طبعا بالتأكيد سوف تدافع عن نفسها وسوف تحاول أن تنفي كل هذا، ولكن هناك مؤشرات واضحة. لا ننسى أيضا أن هناك يعني ما تقوم به الحكومة من نفي لما يحدث هو بناء على أن هناك من يساندها من الدول التي أصبحت مهيمنة على العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا هي تعتقد أن استمرارها بالكذب سوف يعفيها من المسؤولية، ولكن هذا في الحقيقة مجرد شيء وقتي. مع الوقت سوف يتم يعني إدانة هذه الحكومات والكشف عن هذه الأدلة. من بإمكانه إدانة هذه الحكومات منذ عام 2003 وحتى الآن؟ منظمة هيومان رايتس ووتش تقول بأنه لا جدوى من مطالبة أو الاستمرار بالمطالبة، مطالبة الحكومة بإيقاف أو وضع حد لعملية تعذيب المعتقلين أو قتل المعتقلين، وبالتالي يعني من بيده يعني الأداة الفاعلة لإيقاف هذه الانتهاكات؟ هل يمكن تدويل هذه القضية مثلا؟ الحقيقة يعني قضية العراق يعني محط أنظار دول العالم، ودول العالم لديها يعني تقارير مؤكدة، خاصة وأن هناك الكثير من الناشطين الذين ينشرون ما يحدث في العراق، هناك الكثير من المنظمات الحقوقية التي تقدم بحوث رصينة مبنية على أدلة واقعية ووجود شهود على ما يحدث في العراق، ولذلك فإن القضية أصلا مدولة، ولكن لحد الآن تحرك فعلي هو هذا المطلوب من المجتمع الدولي لا يوجد. ولذلك فبرأيي أن الدور الفاعل والذي هو الذي يرجى منه نتيجة إيجابية هو تحرك الشعب العراقي داخل العراق،
الشعب العراقي بيده أن يغير ما يمر به تغيير جذري، وأن يقلب هذه الطاولة على الحكومة، وأن يعني يغير من هذه الوجوه في العراق، وأن يغير النظام السياسي في العراق، ويغير الدستور في العراق، ويعيد الأمور في العراق إلى مجراها الطبيعي الذي هي تصب في مصلحة كل العراقيين بدون استثناء. والطرق كثيرة باستطاعة العراقيين، وحتى عبر الانضمام تحت الاتفاقيات مشتركة بين العراقيين، بين القوى التي تناهض الاحتلال والعملية السياسية. هذا هو التغيير الذي برأيي هو الحقيقي، وهو الذي ممكن أن يحصد نتيجته بالطرق الموجودة والممكنة، وحتى بدون رأي العالم، وبدون تدخل حتى تدخل دول. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا جزيلا.